مرحبا من جديد، خليني بهذا الفيديو أحكي لكم شوية ملاحظات أنا اختصرتها بثلاث نقاط فقط لحتى نكون فاهمين كيف حنمشي خلال هذا الكورس. هلأ الكورس هذا حيركز على أهم الخوارزميات الأساسية في التعلم الآلي اللي رح نوضحها بشكل مبسط جدا، وكمان حنغطيها كودينج. حنستخدم لغتين اللي هما بايثون وآر، وهم أشهر اللغات المستخدمة في تصميم خوارزميات التعلم الآلي. طبعا اي حدا عنده مهارات في بايثون او الار مسبقة حيكون الشيء كتير كتير مفيد لإله. الناس اللي ما عندها خبرة او ما عندها اي تجربة سابقة في البايثون او الار تحاول ترجع للكورسات الموجودة اللي بتشرح بايثون وار، حتى لو انه بشكل اساسي مثلا تتعلم شوية او تشوف الطريقة اللي بنبرمج فيها بايثون وار بشكل اساسي جدا. الموضوع منه صعب، موضوع كتير سهل، وحتى أنا خلال الكورس حفصل لإلكو الفيديوهات البايثون عن الآر. أكيد في ناس حتكون مثلا متمكنة في بايثون وما بتحتاج غير آر فحتدرس آر، أو ناس حابة إنها بس تفهم هذا الموضوع في لغة بايثون، it's okay ما في أي مشاكل. لكن حيكون في فيديوهات خاصة في بايثون وخاصة في آر لبرمجة وتجهيز هاي الخوارزميات. حيكون في عنصر الإعادة خلال الكورس، أكيد ما أنه مرة رح نستخدم في آر ومرة رح نستخدم في بايثون حيكون في نوع من الإعادة، وهذا الشيء أكيد لصالحك لأنك حتفهم الخوارزمية بشكل أحسن بشكل أفضل، حتكون الأمور أوضح، ممكن تتوضح أكتر مع آر أو تتوضح أكتر مع بايثون. ككودينج ما تخافوا من الموضوع، اللغتين هدول كتير كتير سهلين. طبعا ما حنخوض كتير بكل لغة فيهم لأنه كل لغة إلها كورسها الخاص فيكم ترجعوا له، لكن لابد إنه إحنا يكون في عنا تجربة كودينج قبل ما نبلش فيهم، قبل ما نبلش في هذا الكورس. وخلال هذا الكورس رح نغطي هاي المواضيع بشكل أساسي، هاي الثلاث نقاط اللي أنا بحب أذكرهم لإلكم. خلال الكورس أو الفيديو الجاي حنبلش نجهز في بيئة العمل اللي بتناسب شغلنا.